قالت يلا جو من الحانوت عرفتوا شحال الساعه دابا عندنا. ليل يا الليل، ليل يا خالي عمارة، الليل يا الليل. شوفوا قالك ما بقاش نزل معايا هادي، ما عاد في نازله معايا، عم تفهمي علاش دارت لك؟ بدل المحل كله، كل مره شغله، كل مره وتعمل لي هيك براسه، هيك براسه. شو يعني هي الحركه؟ يعني بدك تشتري غصب عنا هيك؟ اي شيء كله بده تساوي بلبله تحت. نزله ما عاد تعي لهون، نزله ما عاد في هون، بتضلي عند امك، عم تفهمي؟ بتضلي عند امك. ولات مسكينه ولات متوي. اي شغله بدها اياها خلاص بدها تحط براسها. لمين طالع؟ لامك صح؟ ابوك راسك يابس. لامك راسك، امك راسها يابس. اجي وريلك شو جبتي في الميكرو. شو جبتي؟ اجيني اقرب لك. ما جبتي، جبتي حليب. جبتي الحليب صافي؟ اه. شنو جبتي خويا؟ مرندا. هادشي قال لك راسك جيبو، انا ما كنشوفش. لا لا تقولي لي ما بدك انت. ماشي دابا بهذا الليل، هذه انا ما باغاش دابا بهذا الليل. ما حط ده. شنو جبتي اخر؟ موز بس. جاب البنان. نانا جاب الشوكولاته. يلا قولي لي ما بتحبي الشوكولاته. لا الشوكولاته نانا. نانا قلت لك نانا. ما جبتيش داك سميتو الفريز؟ ما في فراوله. يلا تعالي تصاوب داك الشيء. يلا صافي هادشي اللي جاب. ماي السلام العائله، كي دايرين؟ لبس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. شوفوا عرفتوا اول فيديو واقيلا غنديروا في هاد التوقيت ومهند، اول فيديو واقيلا غنديروا في عرفتي دابا شحال الساعه؟ دابا الوحده ديال الليل. مهند من الصباح هو كيتقلب قال لك والو، فيه الجوع، شد التليفون قال لي قلت لي شنو مشي هيا نوض نطيب زعما شي حاجه، قالك لا والو ما طيبي والو، مشي شي حاجه فيها الفواكه، شي حاجه فيها الشوكولاط، شي حاجه حلوه. قلب قلب قلب، جبت لي واحد الدفتر كان بغي يعيط علي واحد المطعم هنا كيبقى فاتح 24 ساعه، كان بغي يجيب سميتو. ماما ماما مالها؟ كان بغي يجيب واحد الفواكه وداك الشيء، شويه ويلو واحد الدفتر ما بقى باغي والو يجيب. قلت لي عرفتي غديرها تنزل للحانوت غتجيب غير البنان، غنوضو دابا نخلطو بالزربه الكريب وغنديرو وسطو البنان والشوكولاط، منو عشاء منو تحليه منو هو جيعان وما جيعانش، قالك باغي شي حاجه فيها الحلاوه. المهم قلنا غنديرو الكريب بالزربه غنزربو عليه، وقلنا علاش لا ما نشاركوش مع هاد الفيديو مع العائله. المهم غنخلي مهند هو يخلط الكريب، المهم غنجبد لي داكشي المقادير والمكونات ونخليه هو اللي يخلطه. انتي باقا فايقه ما تمشيش تنعسي؟ ايه نعم والله بتنيمك وهو بتنيم. نعم سير تنعسي. كانك عم تحكي مع حالك، سير تنعسي. المهم الشاف مهند هو اللي غيدير لنا اليوم غد الكريب باللمسات، باللمسات اللي يدينا باللمسات ديالو، ولكن انا اللي حفظته هذا. كيفكم حبايبي؟ انا اللي نقلته. يلا السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. طبعا الليل جديد ونهار جديد، اي نهار واي هي. صراحه ضلينا نتقلب نتقلب نتقلب، ما خلص ما الواحد جوعان في الليل، يعني عرفتوا احيانا هيك بجيكم يعني جوع، بس جوع مو جاع بالكم تاكلوا اكل اكل، يعني هيك اكل دسم ولا اكل هيك سويت على حلو على اي شيء. كيتوحم كيتوحم الوحم، الوحم ديال الليل، وحم اخر الليل كما كيقولوا هو هذا اخر الليل. المهم مهند هلا قبل هالمره سوت كثير الكريب اللي بيسووه في المطاعم، بتعرفوا شو اسمها عجينه، عجينه الكريب. بحطوا فوق النوتيلا وموز وفراوله وهالاشياء هي. المهم معكم الشيف مهند، حاجتين طحين حفظت لك الشيء اللي حفظت تقوله. هذا نفس اللون ها؟ هذا طحين واحد، طحين واحد، طحين واحد. قول جوج كيس هذاك الشيء اللي حفظت. هاي كاستين طحين، ايوه ملح، شويه الملح، قبصه ديال الملح، هذا مبين سكر ملح، سكر. هاي سكر كم يعني؟ ثلاث معلقات كبار ديال السكر. كانه اكثر هذول ثلاث معلقات ديال الكبار ديال السكر. بيضتين مقليه، بيضتين هي بيضتين خضر، جوج بيضات، ايه راه ما بين خضرين. يعني انا بقول لك بالسوري بيضتين، تقولي لي انت جوج بيضات، انا هن جوج بيض. وهون هدول مبينين ثلاث معالق زبده. الزبده ايوه. وطبعا حليب، حليب موجود في كل بيت، والبيض موجود في كل بيت، والزبده موجوده، والسكر موجود، والطحين موجوده، يعني مقادير موجوده في كل البيوت. يلا نص لتر ديال الحليب اللي غدير. وين حديرهم؟
دير 500 ايه دير 500 غرام مكتوبه 500 يا نصيده ايه بابا منم نم ها هو بابا كيصاوب منم نم منم نم دير لنا شي قشره تما مطيحه كما كتشوفوا الكريب راه فين خويناه ان شاء الله مهنا دابا يبدا يطيب في المقله. المهم انا ندوز نحيد المعينات كتعرفوا المعينات هو كيديروا انا كندور وراه كنجمع الكوزينه باش الكوزينه تبقى مجموعه ليا. تي يسوي لي كراب اش هكا هذه اللي وقفت عليها انا ومشيت هاي اللي وقفت عليها جات على مزينات وهاي شو تشعشع وهاي ذاك ليك ما احلاها هاي على على مزينات هاي يلا يلا حيد هذه دابا تحت ارى 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 شيلي 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 كتخلي كبير حطي زيت حطي زيت ندير غير نقيطه نقيطه حطي زيت انا برايي هاي انقيطة انا حطيت نص ال هي يلا بدي اشوف انت هلا ارجيني حالك كيف هاتي يلا ايوه واحد كيف طلعت معك مدورة هاي الله طيب ليش انا طلعت معي هيك ها هاي وينه وي وانا مشهيه وكنتسنى هذه هي ليش طلعت معي شوف 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 اش داير لي في الاخر الكارثه اللي داير ليش طلعت معي الكارثه طيب انا قلت لك بمسك ذهب بقعد بمسك ذهب وانت وين خطفتي كان خطفت اديتها لي قلت لها انت فين شكلتي دابا هي شو بزمتك مو كريب هاي خلص انت لفيها هلا بتعرفي شو حطي لها هاي شويه زبده وهي مثل كانها البراطه هاي اللي بتاكليها انت مثل البراطة شو رأيك خبز لك ما أحلاها هي بس شوي لأنه سمكتها بصراحة يعني لهيك طلعت معي هاي هات لنشوف هات لنشوف شو لصقت لصقت بسوي لك سمك أنا شاطر بالسمك بسوي لك سمك أما تقولي لي كريب وحلويات وكيك هاي مو اختصاصي بصراحة انا اختصاص سمك بس سمك اختصاص سمك كيلو السمكه كتسبح في الزيت اختصاصه من زمان حط ايدك فيها شوفي كيف طلعت هيك دائره دائره خمسه خمسه بعيون الحسات خمسه يعني بتعرفيني انا ما بطلع بايدي هيك شيء انتفخت انتفخت لا ما انتفخت معي انا الله لا بصراحة هي زبطة معي يمكن زبطت لاني انا جيت صورت وحطيت الكاميرا ايوه ايوه بالصح دابا عاد شميت ريحة الكريب هلا شميتي؟ لما كنت كده انا شميت ريحة الشنشير طيب خلص انا هلا بتعرف الحزن شو بسوي لك انا بقطع لك الموز هلا انت زينهم ايوه بزين لك اياهم حيت انا شو انت؟ انا سليت انت سليت؟ الليل شحال دابا قريبة للجوج عباد الله وعدنا شوفوا الساعة 2 في الليل قريبة للجوج نحيدو هادي ندير واحد اخرى يلا انت قاد العيلة شوفها في مثل بيقول تعرف شو المثل بيقول ضربة المعلم بألف لو شلف شلف سمعان بهالمثل هذا معكم يا في المغرب صح
عندكم شيء دبل سارة بعتي الرجل. طيب عندكم طيب عندكم شيء مثل بديل هيك لألو؟ وانا ما اعرفش قولوا لي من اللي يعرف انا ما فهمتش يعني ما بعرف اللي فهم هالمثل يعني اكيد في منكم فهمانينه. ضربت المعلم بألف لو شلف شلف يعني المعلم معلم انت معلم انت معلم شو بده شو بس طيب اول كريب حبايب دابا مهند كي خلط في النوتيلا الشوكولات كنطلقوها غير واحد المعيقه ديال الزيت كنطلقوا بها هذا الشوكولات الا كان عندكم جامد ولا كان عندكم شويه يابس وثقيل غير ديروا واحد المعيقه ديال الزيت النباتي كتطلق شوفوا دابا غيزينا ان شاء الله بالبنان والشوكولات انتو الكريب الحداقات ديال المهند مهند هو اللي زوقهم الحداقات ديال المهند في اخر الليل اما العجينه بصراحه ما زبطت معي ماشي مشكل ولكن في الاخر كلينا الكريب وهنا يا غنجي معكم نهايه الفيديو حبايبي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله المهم تصبحوا على خير نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده وباي باي.